عندك وصفة مميزة هيك تكون بهالقالب تستخدميها، شوفي كيف نحطها هيك بقلب قالب، تخلصي من السواد اللي تحت عيونك، ما عليكي غير وصفة أمجاد. تعالي شوفي هالوصفة السحرية كيف عملناها خلال دقيقة لتتخلصي من السواد اللي تحت عيونك، وتدعي لي شوفوا كيف عملناها. مساء الخيرات، ميت أهلا وسهلا حبايبي فيكم بقناة طبخ وحكايات أمجاد. بدك وصفة للسواد تحت عيونك؟ هاي احلى وصفه لعيونك. تعي شوفي هاي الوصفه البسيطه السهله اللي بتخليكي بدقيقه تعمليها وبتكون عندك نتيجه رائعه. بدك تشيلي السواد تحت عيونك، بعد هاي الوصفه رح تنسي انه في شيء سواد. وصفه مرعبه عن جد، وصفه على قد ما لها حلوه فظيعه. جيبي قلم حمرة، اي قلم حمرة عندك خالص بالبيت، شوفي هي قلبه، انا جيبيه نطفيه ومسحيه بهذا الشكل وبصير عندك جاهز. ما عندك قلم حمرة، قوالب البراده اللي بنحط فيه هون ثلج وليصير عنا، او هي اي القوالب، اي شيء متوفر عندك جيبيه. هي القوالب بنستخدمها بالبراده، او قلم حمرة خالص عندك، او اي شيء ممكن يفيدك بهذا الشيء. رح تجيبي تنطفيه هالقلم الحمرة، وجيبي معلقه نشا، رح نحط معلقه نشا ونص كاسة من ماء الورد، بس مكونين مو أكتر، مية الورد والنشا فقط. لحط نص كوب من ماء الورد بهذا الشكل، بسم الله، ولحط معلقة نشا، شوف كيف النشا خيالي مع ماء الورد. هي الوصفة بتخليكي تنسي شيء اسمه سواد تحت عيونك، ما بتخلي ابدا ابدا هذا الشيء بدك تنسيه بعدها. شوفي كيف رح خلطهم، هي معلقه ولحط الثانيه، يعني احتجنا معلقه كبيره من النشا مع نص كوب من ماء الورد. في ارخص من هيك؟ لحال العصاره اللي تحت العيون حق هذيك الحسبه جد يعني، وكلياتها ما فيها شي مواد كيميائيه، بس هلا هتحطوا هي المواد الطبيعيه وما رح تكلفكم اي شيء ابدا ابدا، ورح تدعوا لي وشوفوا كيف رح تكون وصفتنا مميزه. هلا بقى بعد ما خلطته مظبوط رح احطها بالقالب. جيب اي شيء يساعدني احطها بالقالب، اي شيء ممكن انبوب او شيء يقدر تدخلوه عليهم جيبوه. هلا انا رح بدي فضيه بهذا القلم الحمرة بهذا الشكل، كبينا شوي مو بشكل هيك، رح نشيلهم. شوفوا كيف صار عنا بهذا الشكل. انا هلا بقى لحطه بالفريزر على الواقف لحتى ياخذ شكل صلب، بتصير يعني مثل قلم الحمرة بتستخدموه، مثل الروج العادي بتستخدموه بهذا الشكل. رح سكره هلا بقى، بسم الله، شوفوا كيف هلا هيك صار عندي اياه جاهز، بحطه بهذا الشكل بالفريزر. والباقي الكمية إذا عندكم كمية لحطها تاخذ أشكال، طالع واحدة واحدة شكل شكل، يعني تركوها بالفريزر ممكن تقعد عندكم على قد الكمية أسبوع 10 أيام، أنتم حسب ما بتحبوا اعملوا كمية وصيروا استخدموها كل يوم الصبح. كيف بقى بدنا نستخدمها؟ أول ما بتصحي من النوم أنت لسه لا غسلتي وشك ولا شيء، يعني بتكوني لسه الدم دافي بوجهك، يعني الوش دافي، بتجيبي هالقلم الحمرة ولساتك مو مغسلة وشك ولا شيء، يعني مثل ما عم أقول لك الدم لساته حامي بعيونك، بتمشي هالقلم تحت العيون روحة رجعة، وبتتركي النشا ومية الورد نص ساعة أو ساعة، تركي بعدين هن بينشفوا، إما بتشيليهم بإيدك أو تعملي بتغسلي وشك، وبتكوني وصلتي هيك للمرحلة. كل يوم اعملي، أول ما بتصحي بتكون لسه وشك لساته دفيان مثل ما عم قلك، ولسه ما عملتي أي شيء، من تحت العيون تمسكي هالقلم الحمرة أو بتطالعي هالقطعة من هاي وبتمشيها تحت عيونك هيك دقيقتين ثلاثة، روحة رجعة روحة رجعة، مرعبة هي الوصفة، رح تخلصك من السواد اللي تحت عيونك. جربوها وإن شاء الله بتدعوا لي، واعملوا هيك كذا قلم إذا عندكم خالطين أي أشياء، واتركوهم لمدة أسبوع أسبوعين، حطوهم مكان بالفريزر واستخدموا واحدة واحدة، ما بصير لها أي شيء. إن شاء الله تكون وصفتنا لليوم فادتكم، وبتمنى إنه لا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة ليصل الفيديو لأكبر قدر ممكن. دمتم سالمين.